إلى ذلك تشهد عدد من الجبهات استمرار المواجهات بين المقاومة وميليشيا الحوثي وصالح، وتدور مواجهات متقطعة في كل من الجدعان ومجزر، وصدت المقاومة هجمات عدة في منطقة الجفينة. هنا في جبهات القتال بمأرب تتعالى التكبيرات العيد، تجسد فيها المقاومة الشعبية نضالها ضد الميليشيا التي تسعى للسيطرة على المحافظة. لا استراحة في كافة الجبهات التي تشهد اشتعالا في مأرب، زيارات ميدانية للقيادة العسكرية الموالية للشرعية في مهمة مؤازرة المقاومة الشعبية لمواجهة الميليشيا الحوثية. أنا مسرور جدا وسعيد جدا بما رأيته من يعني شهامة ورجولة وبطولة عند هؤلاء الأبطال المغاوير الذين يعني كالأسود في عرينة أو كالأسد في عرينة في جميع المواقع، وهم على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا الصلف الحوثي. في التطورات الميدانية يخوض رجال المقاومة الشعبية معارك شرسة ضد قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي. خسرت الميليشيا عشرات القتلى من رجالها. الجبهات في مأرب فيها تمتع بمعنوية عالية والحمد لله دحرناهم. في جبهة البلق السد، سد مأرب العظيم وغيره من الجبهات، الحمد لله هذا الموقع كانوا فيه الحوثيين والحمد لله طهرنا منهم وبإذن الله. فقد صدت المقاومة هجوما للميليشيا في منطقة المخدرة غرب مأرب وقتلت 7 منهم واستولت على معدات عسكرية، وأخرى أحرقت بفعل غارات جوية لطائرات التحالف حسب ما ذكر المركز الإعلامي للمقاومة في محافظة مأرب. شوف التبة هذه، شوفهم شردوا منها. المواجهات على أشدها في منطقة الجفينة والمواقع العسكرية التي تشهد محاولات للسيطرة عليها من قبل الميليشيا، لكن المقاومة الشعبية تفرض رقابة شديدة لمنع تسلل الميليشيا إلى مواقعها، ما جعل الميليشيا تواجه تحد أكبر في المعارك. هذا ما تشهده ساحة القتال في مأرب، تصد كبير وجبهات لم تشهد الهدوء، فالميليشيا تعيش أيام سوداء في صحاري ومرتفعات مأرب.